هناك ظاهرة موجودة في القرآن ربما لا تتوفر في كثير من الكتب. هذه الظاهرة ظاهرة الحوار، تدلك على أن الإسلام هو دين حوار. كثير من الآيات فيها حوار كثير، يعني مثلا عندما اتهم الملحدون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بالأساطير، ماذا قالوا في سورة الفرقان التي هي نزلت في مكة؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، اتهام بالأساطير واتهام بأنه اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، واتهموه بالسرقة أيضا، تملى يعني سرقها من غيره. كيف رد عليهم القرآن؟ هل قال يا محمد اقطع رؤوسهم؟ قل، قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أنزله، يعني هذا القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هل يوجد أعظم من هذا الإله؟ هم يخاطبونه بلغة التكذيب واتهامه بالتزوير واتهامه بالأساطير والخرافات، وهو يقول لهم انظروا إلى أسرار، يعني يصعد يسمو بهم إلى أسرار السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، يعني رغم كل هذا الكفر والإلحاد هناك إله رحيم بكم. سبحان، هذا هو الإسلام أيها الأحبة، هذا هو الإسلام الذي نريد أن نوصله للناس، وهذا هو يعني جوهر القرآن، هو دين الحوار والعلم والرحمة والمغفرة. بالله عليكم، الكتاب الذي يتعامل مع أعدائه بهذا المنطق، منطق المغفرة والرحمة، كيف يتعامل مع الإنسان، مع أخيه المسلم أو أخيه من ديانات أخرى؟ إذا كان تعامل مع الأعداء الذين يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتهمونه ويكذبونه، تعامل معهم بمنطق الرحمة والمغفرة، فماذا ينبغي علينا؟ كيف نتعامل مع يعني الناس بشكل عام؟ لذلك أيها الأحبة، نجد أن القرآن مليء بهذه الآيات. قالوا قل، قالوا قل، يعني مثلا، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، طلبوا معجزات مادية، يعني قل إنما الآيات عند الله، قالوا قل، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المسلمين، يعني الله لا يميز يهودي نصراني مسلم ملحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو القانون الإلهي. طبعا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. حوار علمي أيها الأحبة بالمنطق، لم يأمر النبي بقتلهم أو كذا، بل حاورهم، قالوا قل. الآن يعني هناك شيء غريب جدا، يعني بالفعل في القرآن الكريم، أنك إذا قمت بعد المرات التي وردت فيها كلمة قالوا في القرآن كله، تجد 332 مرة. مجمل القرآن فيه 332 مرة كلمة قالوا. طيب كلمة قل أيضا تكررت بنفس العدد، لو بحثنا عن كلمة قل في القرآن كله نجدها مكررة 332 مرة. سبحان الله، يعني هل هذه صدفة أن تأتي كلمة قل 332 مرة وكلمة قالوا 332 مرة بالضبط؟ القرآن أيها الأحبة 600 صفحة تقريبا،
فإذا جمعنا كلمة قل وقالوا فقط، هناك أفعال أخرى للقول في القرآن، فقط قل وقالوا نجد 664 مرة، يعني أكثر من عدد صفحات القرآن. هذا يدلك على أنك لا تكاد تجد صفحة تخلو من قل وقالوا. ماذا يدل ذلك أيها الأحبة؟ الإنسان الذي لديه لب يريد أن يستنبط، أنا أستطيع أن أستنبط أن القرآن كتاب حوار بالدرجة الأولى، قل قالوا حوار ليس كتاب عنف، حتى إن كلمة سيف لم تذكر ولا مرة في القرآن، مع العلم أن السيف مذكور في كتب السيرة، في كتب الشعراء، لا تكاد تخلو قصيدة شعر من السيف وغير ذلك، في الأحداث عبر التاريخ. القرآن الكريم لم يذكر كلمة سيف أبدا. لماذا؟ ليقول لك إن هذا الكتاب هو كتاب علم وحوار ورحمة بالدرجة الأولى، ليس كتاب عنف أو إرهاب أو ما يحاول بعض الملحدين أن يدعيه. لذلك أيها الأحبة، أنا أتوجه بسؤال للملحدين، كيف جاء عدد مرات قل في القرآن مساويا لعدد مرات قالوا؟ هل هذه مصادفة؟ طيب إذا كانت مصادفة، هناك في القرآن آلاف التناسقات الرقمية، التوازنات العددية. يعني مثلا لدينا يعني كثير من الآيات في القرآن يقول الله فيها وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي كذا، وهو الذي كذا، ولكن هناك آيات ليس فيها واو، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، لا يوجد واو، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. طيب إذن أنا لدي مجموعة من الآيات فيها وهو الذي كذا، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي كذا، ولدي آيات ليس فيها ذلك، ليس فيها واو، هو الذي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي كذا. طيب لو كانت القضية عشوائية لا يمكن أن نعثر على أي تناسق، ولكن عندما نبحث عن عبارة هو الذي في القرآن من دون واو نجد أنها تكررت 28 مرة، وعندما نبحث عن عبارة وهو الذي نجدها تكررت 28 مرة بالضبط. يعني بالله عليكم، يعني أي مصادفة تصنع هذا النظام الدقيق؟ يعني حتى على مستوى الحرف أيها الأحبة، الحرف فيه إعجاز. طيب نحن نعلم أننا نقيم الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، ونصلي 17 ركعة، إذا نصلي 17 ركعة، عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة 17، وعدد الصلوات 5. هناك حقيقة لطيفة في القرآن، يعني من العبث أن نقول أنها جاءت بالمصادفة، عبارة أقم الصلاة ذكرت 5 مرات في القرآن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. إذن 5 مرات وردت عبارة أقم الصلاة بعدد السنوات 5. مصادفة هذه أن تأتي هكذا 5 مرات بعدد الصلوات؟ طيب أقيم الصلاة كم مرة وردت؟ وردت 12 مرة بالجمع، كأن فيها إشارة لأشهر السنة، أن إقامة الصلاة، صلاة الجماعة هذه لا تنقطع أبدا الدهر، على مدى 12 شهرا تتكرر طول السنة. إذن أصبح لدي عبارة أقم الصلاة 5 مرات بعدد الصلوات 5، وأقيم الصلاة 12 مرة، المجموع 17، وهو عدد الركعات المفروضة باليوم والليلة. بالله عليكم،
هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي يعيش في صحراء قبل 1400 سنة أن يأتي بنظام بديع محكم كهذا، أم أن هذا النظام من الله هو الذي أنزله وقال في هذا الكتاب العظيم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما؟ نسأل الله تعالى أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعل فيها الخير والنفع لكل ملحد يشاهدنا الآن، وأن تكون وسيلة يرجع بها إلى طريق الله عز وجل الذي قال في كتابه العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.